فلما نيجي بنتكلم النهارده بقى، احنا قبل كده اتكلمنا مره على مشاكل الرقبه. نعم. والرقبه والظهر هم حاجه واحده في العمود الفقري، بس مشاكلنا في الظهر اكتر، في الفقرات القطنيه اكتر بكتير جدا من المشاكل العنقيه. كتير الفقرات القطنيه مشاكلها اكتر، لان هي دي اللي شايله جسمنا كله. نوضحها للساده المشاهدين حتى يبقى عندهم بالظبط. احنا بنقول ان احنا العمود الفقري بتاعنا مكون من مجموعه من الفقرات، في فقرات عنقيه دول بيبقوا 7 فقرات، في فقرات صدريه دول 12 فقره اللي هم واخدين القفص الصدري والمنطقه الوسطى دي. في منطقه ثانيه اسمها قطنيه، دي اخر مجموعه فقرات، دول 5 فقرات. الحقيقه القطنيه دول احنا بنشبهها زي العماره، ها، والدور الارضي بتاع العماره. اهم دور في العماره هو الدور الارضي، الاساس بتاعها، يعني ده القوه. العمود الفقري بتاعنا لما بيحصل بقى غضروف في الظهر من تحت، الخلل بيتم على مستوى العمود الفقري كله لحد فوق. طبعا الظهر بتاعنا ما بنستغناش عنه واحنا قاعدين على الفقرات القطنيه والعجزاويه، هي اللي شايلانا كلنا واحنا بنشتغل او بنوطي، بنقوم وبنشيل وبنحط على الفقرات القطنيه، واحنا بنلعب رياضه، ولا حتى اللي بيقع وبتزحلق بينزل على الفقرات القطنيه. فالفقرات القطنيه الحقيقه شايله جسمنا كله، فيوم ما بيحصل خلل فيها يبدا الجسم كله يتاثر. والام الفقرات القطنيه تسمع دايما في نص الظهر التحتاني، ثم تسمع في الفخذ، ثم تسمع في الرجل. يعني كتير جدا من الناس يجي لنا بيشتكي بايه؟ الام في ظهر، يقول لك ده انا حاسس ان فخذي زي صاروخ نار ماشي في رجليا، وبيسمع بيوصل لكعب رجليا او بيوصل لمشط رجليا او للصابع الكبير او الصابع الصغير. في حد يقول لك الالم ده بيزيد جدا مع القعده او مع الوقفه، تجد ان ست البيت لو وقفت ربع ساعه او نص ساعه في المطبخ تحس ان ظهرها مقطوم نصين، لو قعدت على كرسي تستريح ربع ساعة ولا نص ساعة مش قادرة تقوم. ده من الفقرات القطنية. الشكوى اللي انت بتسمعها يقول لك ده انا بقوم الصبح من على السرير باخد لي ربع ساعة قبل ما اعرف افرد ظهري، وبعد كده عقبال ما افرد ظهري واتحرك بحتاج لنص ساعة على الاقل. دي كلها مشاكل الفقرات القطنية.